البحرينيين أول ما يشوفوني يسألوني شو السالفة في السودان. الموضوع باختصار أن السودان بيحارب السودان، وذلك نتيجة خلافات منذ إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في انقلاب عسكري العام 2019. الخلافات موجودة بين القوات المسلحة والدعم السريع رغم توقيعهم اتفاق إطاري في فبراير الماضي لتشكيل حكومة مدنية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق وبعد ذلك انزلقت البلاد في هاوية. كل طرف حب يفرض سيطرته وسلطته بعيدا عن البقية، وهذا ما حدث. في أبريل الماضي أسقطت السودان فئتين معارك ومواجهات عسكرية شديدة للطرفين، والضحايا بالمئات والجرحى بالآلاف، والشعب السوداني مغلوب على أمره وما له ذنب بما يحصل على أرضه، عاملين زي جمهور استاد كرة القدم. بس الفرق هنا أنه الكل بيتألم ما بيشجع. الريف في السودان متدمر، بس على الأقل عنده ما عنده أكل. الكارثة في الخرطوم مدينة أصبحت ساحة معركة. تخيلوا 8 ملايين مواطن، عددهم عدد سكان البحرين والكويت وقطر مجتمعة، لا عندهم ماء ولا أكل ولا كهرباء ولا حتى وقود، وفوق هذا كله لا مستشفيات، لا دفاع مدني، لا مدارس، لا أمان، جوع، خوف. الله يصلح الحال.